ليلى جيلك يمكن انت يعني من احد اللاعبات الحقيقه انا متابعهم كويس وشايف ان هم ماشيين بشكل الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب. كان موسم صعب، كنت قريت مره ان انت تعرضتي لكدمه جامده او حاجه زي كده اثناء الموسم، كلميني عن الموسم واشتغلته ازاي والبلان اللي اتحطت مع الجهاز الفني في اول الموسم، يعني عايز اسمع شعورك عن الموسم واسمع شعور كل اللاعبات، انت واحده منهم ونجمه منهم، قولي لي كلميني عن الموسم. طبعا برحب بحضرتك وبشكرك طبعا على الكلام ده. نورانا. مبدئيا احنا من اول السيزون احنا كنا قاعدين مع الكابتن وكلم معانا ان السيزون ده بالنسبه لنا هيبقى تحدي كبير قوي، خصوصا ان احنا واخدين الدوري والكاس السنه اللي فاتت، فهيبقى تحدي كبير قوي بالنسبه لنا ان احنا نفضل محافظين على المكسب، ودي كانت تشالنج كبيره قوي طول الموسم. وحتى في الاخر يعني الحمد لله لما كسبنا الدوري والكاس كان دوري بلا هزيمه خالص. صحيح. الحمد لله. بس فطبعا يعني الحمد لله كان موسم كويس قوي، كل لعيب ادى كل حاجه. انا ممكن في النص عملنا ماتشات مش احسن حاجه، بس الحمد لله ربنا كرمنا زي ما اسراء قالت، يعتبر احنا بجد اكتر فرقه بتتعب اكتر فرقه بتتمرن، وده اللي في الاخر يعني الحمد لله بيتوج ان احنا بناخد البطوله. طب ليلى، يمكن السنه اللي فاتت انا اتذكر في بدايتها احنا خسرنا ماتشين ما لهمش اي لازمه بصراحه في البدايه، وكان بدايه الجيل ده كابتن محمد وكان بدايه تشكيل الفرقه، ورحنا دب رايحين سموحه خسرنا، مش عارف طلعنا باين صح يا كابتن، طلعنا مين تاني؟ طيران. ماتش الطيران ده كان الاول، طيران على ما اتذكر، وماتش برضه خسرناه. فانتوا كنتوا ممكن تتهزوا في ثقتكم بنفسكم، جهاز فني جديد ولاعيبه، احنا ساعتنا قلنا في برنامج الابطال قلنا انه لا، الفرقه بيتاخد منها 7-8 لعيبه للمنتخب وانت كنت واحد منهم، والفرقه بتتمرن طول الاسبوع هي تمرينه واحده قبل الماتشين، فقلنا لا اللعيبه لسه محتاجه تبقى. فاكره الفتره دي وفاكره الكلام اللي اتقال على الفرقه يا ليلى؟ طبعا يعني انا فاكره الكلام اللي اتقال على الفرقه كويس قوي، لان كان في كلام سلبي كتير سلبي جدا. بس احنا يعني الحمد لله يمكن اللي بيميز فرقتنا شويه ان احنا برضو بخلال بطوله افريقيا بنسمع كلام وحش علينا وكل حاجه، بس اللي بيميزنا ان احنا زي ما كابتن زولا بيقول دايما احنا بنقفل ودنا عن اي حاجه. براه. احنا بنشتغل بس براه. نشوف ايه مثلا غلطاتنا كانت في الماتش ايه عشان نصلحها الماتش اللي بعديه، فكانت برضو تشالنج لينا السيزون ده ان احنا نبدا من غير نبدا بدايه كويسه بحيث ان احنا نمشي عليها طول الموسم ان شاء الله. طيب كلميني عن مباراه قبل النهائي في السوبر، ليه؟ لان دي كنا قريبين فيها جدا وكنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نوصل فاينل، ودي كانت هتبقى المره الاولى في تاريخنا ان فرقه مصريه تكسب فرقه انجوليه. يعني شعورك كان ايه، وهل ده يزعلك ولا يبسطك ان احنا قربنا؟ يعني عايز اعرف، اصل انت ساعات لما تخسر تقول انا خسرت وبتاع مش عارف ايه، وفي اوقات تقول لا انا بقرب. شعورك ايه؟ شعورك ايه بعد مباراه زي دي انتوا عملتوها يا ليلى؟ بس بعد بقى بعد ما خلصنا البطوله وهدينا بقى. يعني واحنا في خلال الماتش بنبقى متضايقين قوي ان احنا كل مره بنقول احنا قربنا، بس هو فعلا الماتش بيبقى ماشي جون بجون. يعني مثلا مش زي مثلا في اول بطوله خالص كنا الشوط الاول فرق 5 فرق 6 ونعوض الشوط الثاني، لا احنا من الشوط احنا من الاول بنمشي جون بجون معاهم لحد مثلا اخر 5 دقايق في الماتش، هو ممكن مثلا سكور بيفتح 3-2 ستيل برده مش سكور كبير. فدي حاجه تضايق قوي ان الموضوع قريب جدا وقتها. بالظبط. بس بعد كده بتهيألي دي حاجه ايجابيه ان الحمد لله النهارده انجولا اللي هي في السيدات اليد اللي هي يعني حتى كمنتخب قوي، لا احنا النهارده بنقرب، ودي هتساعدكم في المنتخب. خلي بالك يا ليلى، يعني انتوا يعني في المنتخب يعني لما بتاخدوا الخبرات دي مع الاهلي انت هتشوفي اللاعبات دي في المنتخب على فكره اللي بيدافعوا عليكي. أيوة. واللي انت بتدافع عليهم هتشوفيهم هناك، فالنهارده هتتجرأي عليهم. شايفه ده التجربه دي ان احنا بنقوم بالتجربه دي ان احنا بنجهز الكوادر او بنجهز اللعيبه للمنتخب زي كره اليد الرجال، شايفه ده ممكن يخلينا نحقق نتائج زي الرجال؟ اكيد طبعا، يعني خصوصا اكيد طبعا، خصوصا ان اللي احنا مثلا فرق انجولا احنا بنلعب فرقتين ويعتبر منتخب انجولا. يعني كل العناصر اللي بنلعبها لا احنا لعبناها ماتشات وديه برضو من سنه فاتت مثلا. بس فطبعا دي حاجه هتفيدنا قوي على مستوى الدولي يعني. صحيح، وعلى مستوى المنتخب كمان.